حسن وفي المساحة الفاضية يروح لعماد متعب، وعماد متعب لشوقي، وشوقي على طول لجلبرتو اللي راح له صديق هناك، وعماد متعب يلم الكرة، عماد متعب وهدف، هدف جميل 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 جميل، هدف من بتوع محمود الخطيب وطاهر ابو زيد، هدف جميل جميل يحطه عماد متعب، اجمل هدف في اللقاء في الدقيقة 17، عماد متعب يحط الهدف الرابع في الدقيقة 17 من الشوط الثاني عشان تصبح النتيجة 4-1 في أجمل الأهداف في الدقيقة 17، أهداف جميلة جدا جدا، هدف عماد متعب في فكرة، وفي أحمد حسن رماها له، رقص ابن منصف ووقف، كله افتكر اللي هو هيلعبها بالعرض ببطن رجله في الزاوية البعيدة هناك عشان يتقدم الاهلي بهدف جميل لعماد متعب، 4-1 الزمالك. صديق هو اللي راح الجنب اليمين عشان يقابل جلبرتو، ودخل الاباني جوه تقريبا مره ثانيه، وفي كده لخبطه في دفاع نادي الزمالك، واربعه الاهلي 1 الزمالك، الاهلي